مريت على موقف ما ممكن ما اتكلم عليه. يعني هذا المشهد ترى ما يلتقى في كل مكان، اقسم بالله ما يلتقى في كل مكان. هذه المنتجات، هذه المنتجات المحليه الموسميه. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب تشتت هالاخوه وهالعوائل هذه. لا تعال لك، تعال. تحب الحماص؟ ها تحب الحماص؟ ويا صباح الورد يا الربع، كيف اصبحتم؟ طبعا والله البارح الساعة 8:30 صدقوا نايم، نوم الدجاج نسمينا احنا من المغرب، بس الحمد لله الحين الساعة 2:30 خلاص شبعان نوم. الحين اتحرك باذن الله تعالى، الحرارة 14، ما وايد زين، احتوى بادي يبرد اليوم الحمد لله. يلا بتيسير، شو تتوقع نوصل الحديث اليوم؟ يمدينا ان شاء الله، ان شاء الله يمدينا باذن الله تعالى، يا ميسر يا الله. بسم الله يا الله رب. انت مطور هنا نازل وهذه اللوحة الترحيبية لحفر الباطن، يقولوا حياكم الله، الله يحييكم ويبقيكم ويبارك فيكم، حيا الله المتابعين من اهل حفر الباطن، وحيا الله اهل حفر الباطن. يا سلام، وصلنا إلى منطقة نصاب الجميلة ما شاء الله، وتحية للمتابعين في منطقة نصاب. وش هالجمال، وش هالترتيب، وش هالزين، ما شاء الله ما شاء الله، منطقة جدا جميلة. الله هذا الوانيت يا الربع. وقفنا عند الإشارة، الظاهر 5 راكبين قدام غمارة واحدة، وقفوا عند الإشارة نزلوا، ما في رجولهم انتهيت، ما قادرين يوقفوا على حينهم. الحين واحد ركب ورا. الله يعينك في البرد، والله برد، حرارة 11 وش ركبك ورا. عسى الله يحفظهم، ظهر جايين من خط الشباب، الله يعينكم. 5 داخل، 5 ما شاء الله في الكابين. الله ييسر عليهم ويحفظهم. وصلنا الى المنطقه هذه، اتوقع اسمها روضه الهيسه او شيء. تحيه لاهلنا واحبائنا في المنطقه هذه. وهذا الربع انا في سبات عميق، سبات شتوي، والله برد يا الربع، حراره بين 9 و10. هباس، أذرا روضة هباس اسمها، روضة هباس اسمها، ظهر عيون مغمصة بعدها. منطقة جدا جميل ما شاء الله. سلامات، عسى ما شر يا حبيب القلب. منزعج ليش الدوار ضيق هذا اللي فيها؟ الظاهر الناقلة اخذت شوي يسار. ايوه اشوفه يضرب بريك الحبيب.
سلام. رافقتكم السلامة، الله يسلمكم من كل شر يا رب. وصلت إلى رفحة الجميلة، وتحياتي وأشواقي لأحبائنا في رفحة. صليت طبعا الصبح وظليت ماشي، يلا لك الحمد. بن في تحويل لشارع الخدمات على تضيار صيانة. ما شاء الله تشوف الحمام، تخيلوا كم يمشي. انا امشي 80 تجاوزني، ها ما شاء الله كم سرعة الحمام يا ربع. من يا رب ما ادري هو واضح في الكاميرا ولا لا، هناك شوفها ما شاء الله والله سريع، ما توقعت يوصل للسرعة والله تجاوزني، ولكن 80 يا أخي ما شاء الله تبارك الرحمن. والله يا ربع أشوف كل ما نتجه ناحية الغرب البرودة تزيد، يعني الحين الشمس طالعة المفروض يكون في دفوة، تخيلوا كم الحرارة 8. عيل في لبنان كم والله، الله يعيننا شكلنا بننصرد. الساعة 9:30 الحين بتوقيت عمان، 8:30 بتوقيت السعودية. وصلنا إلى عرعر يا أحبة، وتحية للحبايب المتابعين في عرعر، أسأل الله يسعدكم يا رب. برد ما شاء الله، الحرارة الحين 12، الساعة 10 بتوقيت المملكة، 10:05. طبعا ما أضل كثير عن المنفذ، يمكن 400 وشوي، 430 كيلو شيء كذا. جامع سموه الأمير عبد الله بن عبد العزيز الصاعد آل سعود رحمة الله عليه، جامع جميل ما شاء الله.
الله حي ربع قبل منفذ الحديثة 170 كيلو، مريت على موقف ما ممكن ما أتكلم عليه. شفت سيارة بيشر تايرها صالون الدورية واقف، أقسم بالله رجال الشرطة اثنين جالسين يبدلوا الإطار والشايب يشوف عليهم. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم يا شرطة المملكة، كفو كفو والله. يعني هذا المشهد ترى ما يلتقى في كل مكان، أقسم بالله ما يلتقى في كل مكان. يعني بدريساتهم نازلين من الدورية ويبدلوا حق الرجال الكفر. والله كفو عليكم يا رجال. وصلنا إلى منفذ الحديثة ولله الحمد. مرحبا بكم في منفذ الحديثة. اللهم لك الحمد. الساعة الحين 5 المساء بتوقيت السعودية. نشوف الكيلو وش رأيكم؟ أنا سنة كم تتوقعوا؟ كم مشينا؟ يلا 2815 كيلو. 2815 كيلو. الحرارة 20 طبعا، ما في شو اسمه، ما في برودة كثير، لأن بفترة الصباح والمساء تكون فيها برودة. والله اللهم لك الحمد. بسم الله. يلا حيهم، يلا حي الربع. أبشركم خلصنا من منفذ الحديثة والله الحمد، والحين إلى منفذ العمري الأردني. يلا بتيسير في نفس الوقت أحاول أرفع الحلقة الحين قبل لا أندش الأردن. مشكلة ما تتغير شبكة الأردن قص رقاب. إن شاء الله أنه يتحمل قبل لا أدش تغير شبكة. السلام عليكم، يا لك تصبحوا بالخير. يلا حي الربع، كيف أصبحتوا؟ أبشركم وصلنا إلى منفذ الأردني عليه في الساحات الخارجية. بس والله أنا نشبت نشبة يا الربع. طبعا أنا عبالي نفس إجراءات سيارات التصدير، هذول كلهم سيارات تصدير، وراي نفس الشيء في سيارات تصدير. أنا إجراءاتي غير، أنا إجراءاتي لازم أدش مباشرة لأن ما في ملف. أنا على بالي انتظر الملف، تواصل مع المخلص الحين قال لي لا أنت تفوت مباشرة. والله أنا شبت الحين ما أقدر أطلع. طبعا أنا المفروض أوقف هناك مع الجماعة اللي هناك، المفروض هناك أوقف على أساس أدش مباشرة، ولكن أنا جيت الساحة الثانية هذه الحين ما أقدر أطلع من هنا. قدامي خرسانات، وراي سيارات، وراي سيارات، ما في مجال أطلع إلا بعد ما يخلصوا تفتيش الجماعة اللي هناك. عين الله الوضع صعب، نشبت نشبة. على بالي نفس الإجراءات السيارات هذه. يلا بتزين إن شاء الله الأمور، بشوف دول الحين كيف الوضع. يسعد صباحكم حبايب القلب، شو أخباركم؟ طمنون عليكم. لازلت في منفذ العمري انتظر انهاء باقي الإجراءات، وإن شاء الله أنه ما نطول. والله برد وصار وقت أن نتدفى، لازم نتدفى بذلك يا الربع شوية، ها يطير البرد، غير كذا مشكلة. بسم الله. تعال دوك، تعال. تحب الحماص؟ ها آه. تحب الحماص؟ شردة. يا كثر الكلاب. أبشركم طلعنا يا ربع ولله الحمد للبوابة وإلى سوريا بإذن الله تعالى. يلا لك الحمد، الحمد لله. أبشركم دخلنا الأردن ولله الحمد. طبعا أكبر تحية لأهلنا وأحبابنا النشامة في الأردن. يلا حيهم، يلا حيهم، يلا حيهم. طبعا المسافة يا ربع من منفذ العمري إلى منفذ جابر اللي هو على الحدود السورية تقريبا 170 كيلو، فالمسافة ما واجد. وهذه استراحة المسافر المشهورة، أغلب الشاحنات يتوقفوا هنا يتزودوا بالأغراض وبالماء وبالثلج، يضبطوا أمورهم بعد كذا ينطلقوا، والأمور سهلات بإذن الله تعالى. والله ما أدري يمديني اليوم أوصل ولا لا، إن شاء الله يمديني أطلع من منفذ يابر وبدش على منفذ نصيب. بس منفذ نصيب لازم ترفيق في القافلة، ف
فبوصل العصرية يعني احتمال كبير اليوم ما يمديني، يمكن بكرة بس اطلع في القافلة. قافلة طبعا سوريا ما تدخل السيارات كذا، لازم قافلة اخر الليل اطلع سيارات من منفذ نصيب والى منفذ جديدة يابوس اللي هي على الحدود اللبنانية. نفس الشيء المسافة حوالي 200 كيلو ما واجد، وسهلات بإذن الله. بس اليوم ما أتوقع، أقل شيء نخلص منفذ جابر ونطلع على نصيب، نخلص بعض الإجراءات وإن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى اللحق. ما أتوقع اليوم يمدينا، اليوم ما أتوقع يمدينا خلاص. طبعا يا ربع هذه مخيمات اللاجئين السوريين، يعني اقسم بالله كل ما اطوف من هنا تجيني غصة على وضع السوريين. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب تشتت هالاخوة وهالعوائل هذيلا، حد في ملاجئ وحد في دول عربية وحد في اوروبا وحد مات في البحر. حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب، حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب. أبشركم وصلنا إلى مدينة الزرقاء الجميلة، وهذه المنطقة الحرة، هذا معارض سيارات. فوق هناك في الجبل إذا بين عليكم سيارات جديدة، سيارات مستخدمة، شاحنات إلا موجود. المتابعة في خط مستقيم. هذه العربات اللي تبيع البندورة والبطاطا والخيار والفلفل.
خيار زيتون، خيار زيتون. يا ولد وش ذا محمل؟ الله يحفظك عم البيبات الكبار ذولا. والله كفو. ما يلوانيت ما يلمسكين على صوب. باستمرار طول الطريق تحصل المنتجات المحلية. على بعد 500 متر المتابعة في خط مستقيم. خلى خاطري في قهوة بس بوصل قبل سكروا. هذه المنتجات، هذه المنتجات المحلية الموسمية. والله ما بين علي، ما ادري وش هو اليوم، ما ادري هذا القمح، ما اتوقع قمح. مسار ما شاء الله مزارع. هذاك ملفوف هناك. طبعاً هذا مفرق الكرامة اللي هي الحدود بين الأردن والعراق من هنا، وهنا إلى نصيب باقي 20 كيلو تقريباً عن الحدود السورية الأردنية.
هذا ولا الخرفان ما شاء الله اسمان تبارك الرحمن. مرعى ما شاء الله وفير. طبعا هذه سكة القطار هناك ما ادري واضحة في الكاميرا ولا لا. اتوقع قديم من ايام الدولة العثمانية اتوقع. مطرحيان موجودين ان شاء الله. اما السرب جابر سرحان. هذول طبعا استراحات على الطريق قريب الحدود السورية. ان شاء الله لما قربنا الحدود السورية بدل الخضار وبدل الجو ايضا يبرد حتى زيادة. كاشتين الشباب ما شاء الله. بلدية السرحان ترحب. وهذا شجار الزيتون شجرة المباركة. هنا إربد ورمثا. هذه أشجار الزيتون ما شاء الله. جابر الحدودي وصلنا. افا كانهم سكروا البوابة ولا وش الوضع؟ معقولة سكروا؟ الله المستعان. واللي فتح هذه يمكن فتحوا.